قال بعضهم وهذا وما بعده سيأتي في كلام المصنف فهو مكرر، يقول هو سيأتي في آخر الفصل في أصل متن أبي شجاع، يعني بعد أن يتكلم عن أنواع البيوع الثلاثة هو سيأتي ويقول ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك. يقول إذا هذا الأمر سيأتي في المتن فلماذا وقف عليه الشارح الآن وذكره؟ ليش ما سكت واكتفى بشرح هذا الكلام وذكر هذه هناك؟ ويقول قال بعضهم، يعني قوله طاهرا، قال بعضهم هذا وما بعده سيأتي في كلام المصنف وهو مكرر، كأنه معاب. التكرار عيب في فن التأليف إذا ما في حاجة، ودفع هذا الاعتراف ودفع بأن مراد الشارح هنا ذكر جملة الشروط المذكورة في كلام المصنف وغيرها، فلا يعد تكرارا. يعني يقول هو لطالما على ذكر الشروط أراد أن يذكر جملة الشروط، لكن الباجوني أيضا ما مقتنع بهذا، يعني يلمح بأنه على أن فيه تعجيلا للفائدة، وقصد تعجيل الفائدة لكن هو لا يخلو من عجلة، لو تركه هناك لكان أفضل. عجيب. قال والمراد كونه طاهرا ذاتا وصفة. هناك شيء يعني فلا يصح بيع نجس العين ولا متنجس، هناك شيء طاهر ذاته طاهر. مثلا الآن على ذكر المعقود عليه، لماذا لم يذكر شرط الطهورية في الثمن؟ ممكن عندي دنانير لكن بال عليها دابة سقطت من جيبي وبالت عليها دابة من الدواب، الآن هذا نجس عينا أم صفة؟ هذا ذاتا ليس بنجس، أصله ليس بنجس، لكن لحقته النجاسة بهذا العارض فهو متنجس. هل يجوز أن أشتري منك وأعطيك شيء متنجس؟ لا يجوز. سبحان الله. الآن أهل الإيمان والكفر متفقون على أن الفلوس أوسخ شيء في الدنيا، ما ليست نجسة ولا متنجسة، لكن متفقون على أنها أوسخ شيء. من زمان أهل التصوف ذكروا أن الفلوس هي أوسخ شيء في الدنيا، وبسببها يعني خراب النفوس، الفلوس سبب خراب النفوس. لكن لما جاءت كورونا وجاء داء كوفيد خرج علينا مدير الصحة العالمية في منظمة الأمم المتحدة وعلى مؤتمر صحفي هو وجملة من الأطباء، وذكروا يعني يرشدون الناس إلى التنظف والتطهر والعناية بصحة الجسم والبدن، وذكروا أن أوسخ شيء، أول ما ذكروا أوسخ شيء أن الفلوس لكثرة تداولها بين الناس، ثم ذكروا الهاتف وذكروا مسكة الباب، اليد نقول عنها بلادنا اليد مسكة الباب، وذكروا باقي الأشياء. لكن العجيب أن هؤلاء ذكروا أوسخ شيء، أكثر ما ينتقل فيه الأمراض والفيروسات والجراثيم هي العملات النقدية الفلوس. يا سبحان الله. وقفت أنا كنت شاهد هذا المؤتمر وتابع هذه الترجمة الذي يترجم عن المؤتمر الصحفي للمنظمة منظمة الصحة، هذا في السنة الماضية أو قبل السنة الماضية بقليل، وقلت يا سبحان الله الفلوس أوسخ شيء عند أهل الإيمان وعند أهل الكفر، لكن ما نعتبر، بسببها نتقاطع، بسببها نتدابر، بسببها نتخالف، بسببها نتحاقد، بسببها نتخارب، بسببها يعق الابن أباه وأمه، بسببها يبيع المؤمن أخاه، بسببها يحقد على عجيب. إنا لله وإنا إليه راجعون. هاي الفلوس هو
وسخة في الدنيا هي وجدت لقضاء الحاجة. وهذا ملمح عجيب عندما يشترط الفقهاء طهارة الثمن أنها تكون طاهرة، فليكن طهارة أيضا ذاتا وصفة، ليس ذاتا على أنها فقط ذاتا، ذاتا وصفة بالمعنى الذي أنها طاهرة، طهارة ذات يعني مادية التي يقصدها الأطباء، وطهارة معنوية لأنها لا تدخل القلب، وإذا دخلت لا تتمكن منه حتى تقطع ما بيني وبينك وتخرب ما بيني وبينك. كل خراب النفوس سببه جله من الفلوس.